صباح الخير أو مساء الخير، شنو الأخبار؟ أنا يعني مو أنسى قعدت قاعدة أوكت من هيج، بس شايفين ما تقدرون تقومون من الفراش. دي يصير عندي صداع توتري، ما أعرف إذا عندكم معلومات عن هذا الموضوع، عن الصداع التوتري. هو إله علاجات طبية بس أنا دا أتعب منها، يعني فتركتها صار فترة، الحبوب اللي تخص الصداع التوتري. فلي عنده معلومات عن هذا الموضوع، شو ممكن نتخلص من الصداع التوتري بطريقة طبيعية بدون ما نحتاج الأدوية، لأن الأدوية مالته شوية قوية ومزعجة. تقولي يعني واحدة من الأشياء اللي أنا تنفعني في كثير من الأحيان الشاي يخلي شوية الصداع التوتري يفتح بعد فترة، بس مو دائما يكون شغال. يعني اكو هيجي شي مثلا، اكو اكلات معينة او مشارب معينة انتم جربيها. طبعا الصداع التوتري هو مو الى دخل فقط بالتوتر، لا الى دخل يعني بالنوم المخربط وهيجي شي. انا دائما من نومي يتخربط، يعني إذا أنام ساعة واحدة زايد رأساً أقعد مصدعة. فقولوا لي إذا تعرفون.